نحن ما كنا انا راحوا ولدي انا اب راحوا ولدي ما عندي شيء اخسره اعز من ولدي ما عندي شيء اخسره اعز من ولدي فيا اجيب حق ولدي يا هاي ما له معنى كلنا ما معك فهذا هو فخلص الموضوع نعم سيدنا يعني وزير الداخلية يقول أن حادث هو حادث عربي كيف تعلقون على هذا الموضوع؟ أي حادث عربي الله يقول أي حادث عربي كل الحوادث اللي كيصير بالبلد كيسوها حادث عربي العبارة كانت حادث عربي وحرق اللي صار بالكرة هذا حادث عربي كلها هاي حوادث عربية كلها حوادث عربية ما يصير نحن نسكت عليها هاي الأمور ما يصير نحن نسكت عليها أكو فساد ومستشري 100% يستحق أن يعفى خلي يعفى نحن ما نقف معاه ولكن يعفى بقانون صحيح يعفى بأدلة صحيحة مو يعفى لنسكت كنا عرفنا من البداية أنه فلان وفلان 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 يعفون وهاي بينت بأن هناك تصفيات ربما هي تكون تصفيات سياسية أو غيرها نحن هذا الشيء أيضا نرفضه راح ندافع عن ولدنا أول شيء الشهداء وراح ندافع ايضا عن ولدنا اليوم اللي هم ايضا ماسكين دوائر الدوله هذول ايضا همنا ولدنا ما نقبل نحن بعد ما وقعت بينا المصيبه الاولى تقع بينا المصيبه الثانيه وتنسحب من عندنا وكانك تبين وين رايحين نحن فاذا نطلب من رئيس الوزراء انه يعاد التحقيق مره ثانيه بخبراء دوليين هذا التقرير اللي موجود نحن أبونا تصور انه دخلت بها صراعات سياسيه على انا اتصور نعم انه هكذا التقرير وبينت انه هالاشخاص اللي معنيين اللي ازالوا كان اصلا عندهم صراعات سياسيه سابقه وكل الشكوك تبدي اليوم تدور حول وكل هاي الامور تدور حول هاي القضايا فعايز حتى واحد يستغل هالوضعيه يضرب سياسي بسياسي يضرب بهالامور على حساب الحادث فنحن ما نريد يروح واحد بعد فوق ما انظلموا هذولا يجي اخرين ينظلمون اذا اكل يوم مدير دائره فاسد احنا مع الدوله انه ينطرد بس ينطرد انه يكون فاسد فعلا بادله وبوثائق طلع على الشعب كله وصلت الرسالة شكرا. عزيز المستشفى الخطيبية يعني أحدث